عز وجل أن يجعلنا وإياك ممن يتفكر ويتدبر. ودنا والله حتى الشباب الله يشاركون. نعم لا بد يشاركونا. يا مرحبا حياكم الله يا شباب. الله يسعدك ويسعد على هالمقدمة الطيبة. جماعة الخير، لا شك أن القرآن من أعظم ما يصلح فساد القلوب، لذلك هي قاعدة: والله لن نصلح الخلق إلا بهدي الخالق، لن نصلح الخلق إلا بهدي الخالق. خلونا كذا حنا وإياكم يا جماعة بس نستذكر شيء من معاني. ترى يا جماعة قاعد يبث، لا أحد ترى ما في عقل طيب وسليم، هم يطالعون فيك. أنا والله لا والله أنا فاتح لايف في اللايف 1500 وكلهم يحبونك. يقول ايش يقول؟ خلهم يكبس الله يكبس. طيب يا جماعة خلونا كذا نسأل أسئلة وخلونا كذا نشوف إجاباتكم. ترى هذا الكلام مو معناه انه احنا مستوعبين القران كله، لا ترى القران مهما حاولت ان تفهمه كله ربما يصعب عليك. القران اسرار عجيبه وكثيره. دائما نسمع قول الله جل وعلا: الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. اللي يعرف الاجابه يرفع ايده. وش معنى يظنون؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. ها يظن يتوقع يعني. يتوقع ها ها احد يعرف؟ إن شاء الله تعالى ها من التوقع يعني التأمل يعتقدون الاعتقاد الجازم بينهم ملاقون ربهم. الاعتقاد الجازم مش معناها يعني بيقابلون ربهم خلاص. طيب ترى كلامك سليم يا حمادة. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يستيقنون متيقنين أنهم ملاقوا ربهم. وكلامك سليم يا حمادة. طيب سؤال ثاني: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. لا أحد يجاوب. ها من اللي هنا إيش معنى رجالا؟ أبجيك يا حمادة. خلنا نواف ما شاء الله باين مركز مع الجواب. عاد ترى جاك توصية عنده في البث. وش السؤال؟ والله أنا ما أدري. أول شيء السلام عليكم. عليكم السلام. أي والله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وإيش معنى رجالا؟ عندك جواب ولا نشوف غيرك؟ يكفيني يا الشيخ. طيب خلاص هاي ريان اتوقع شجعان يعني. شجعان انا اتوقع يا شيخ انه الرجال ممكن انه يسير على اقدامهم. احسنت هذا المعنى الصحيح. رجليه ترى بعض الناس يسمع رجاله يظن انه معناها يعني من اللي هو الرجل نفسه. لا ترى معناها على اقدامه. عندنا نقول رجلي اجي رجلي. يا سلام. ها اخر سؤال. وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا اي سيرا على البدايه كتذكير يعني للناس بداية الآية. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يمشون على رجليهم يعني يمشون على أرجلهم. طيب آخر شيء ترى يا جماعة هذا الاستذكار كله ليش؟ لأنه بعض الناس يأخذ القرآن على ظاهرة المعنى الظاهر فيقع في الخطأ. صح. خلونا نأخذ كذا آخر 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 آية وخلونا نشوف إيش المعنى. طيب فلتقم طائفة منهم معك. إيش معنى فلتقم؟ ها يا شيخ سم تجلس معك. ها تجلس معه. طيب نفس الشيء وإذا أظلم عليهم قاموا. ها من يوم معنى قاموا جلسوا وقفوا لا صلوا لا مشوا يذهبون يلمون ومزدلفة. معنى قاموا يعني كانوا نايمين وصحوا؟ لا اللي قاموا ولا كانوا جالسين ووقفوا؟ لا كانوا جالسين مثلا او يسيرون ووقفوا. تعبدوا والله وقفوا يعني ها باقين في فندق مثلا باقين في بيت يقومون للصلاة. طيب ومن آياته ان تقوم السماء والأرض. ان تقوم ترى هذه الآيات كلها معناها واحد معنى قاموا فلتقم تقوم تثبت تقوم من الثبات ثبات ليس معناه كانوا جالسين ووقفوا لا فلتقم طائفة منهم معك أي فلتثبت. أنا قايل كانوا وإذا أظلم عليهم لا ما قلت لا والله إني قلت قلها الله. وإذا أظلم عليهم قاموا أي ثبتوا مو معناهم كانوا جالسين ووقفوا. يا جماعة هذا التدبر هو اللي يعني يوصلنا إلى فهم معاني القرآن الكريم. لذلك هذا القرآن والله كل من عنده هم وغم وكرب وضيق وعنده مشاكل وهموم ومو عارف ايش حلها ترى ما عندك الا القران. تركت فيكم امرين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. طيب احد عندك كذا تعليق على القران؟ هذا بهاج بالذات
أذكر لك حكم وياك أبا أجيك أحمد بعده. وش تقول على مسألة القرآن وفاء؟ هاي أبا هاج، وش توصي الناس في القرآن؟ أوصيهم إيش اسمه؟ قراية القرآن و... والتدبر. والتدبر يا سلام، كلك حكم يا سعد. يلا يا سعد قول، دام قاعد تغشش قول. لا لا ماشي. ها هو يحب القرآن. أيوة. وتقرأ في اليوم 5 صفحات 6 صفحات. أيوة. ولا تهجر القرآن بس. يا سلام، لا تهجر القرآن في دليل من القرآن. ها من اللي يجيب الآية؟ يا سلام. شنو؟ اللي هو هجر القرآن فيها دليل. سنة من السنة. لا عطني الدليل. السنة. أنا أعرف الجواب. الدليل. إيه ركز في السؤال تكفى. عن هجر القرآن. دليل قرآني يا شيخ. سم. دليل قرآني. يا جماعة أقول القرآن قرآن. طيب يا شيخ. عارف في عندنا مصادر تشريع اثنين. لا أنا قلت دليل القرآن. إيه أنا عندي. ما أدري ما اسمه. غش حرام القرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وين الهجر الذكر هل معنى القرآن فقط؟ أساعدهم في سورة. لا 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 لا. أي سورة؟ يلا. سورة الفرقان. يلا سورة الفرقان. سمعتك سمعتك يا محمد. على أساس أن حافظ القرآن. طيب. وقال الرسول يا رب. من يكمل؟ أتحدنا عليك صنع. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله أكبر. شوف كيف الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقال الرسول يا رب يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا كتاب الله. اليوم لما تدخل المساجد صور كذا بس شوف الغبار اللي بيطلع. ليش؟ مهجورة. حتى بعض الناس يا جماعة اكتفوا بالأجهزة جوة. هذا اللي يقرأ إلا من رحم الله. لا شك أن القراءة ترى كويس من الأجهزة. كنت في انتظار، كنت في مطار، كنت في يسر يسر بأي يعني بأي مكان. لكن يا جماعة لا تحرموا أنفسكم لذة وأجر العبادة أنك تمسك هذا المصحف وتقرأ وتتدبر وتتأمل حتى تنال بركة القرآن. حماد وش كنت بتقول ثم برجع للشيخ؟ أبي أسألكم معا. لا بد الشيخ. لا والله كان عندك شيء تبي تقوله جاهز. عندي. لا في مثل ظاهر القرآن وباطنه في سورة الكهف اللي هي ما ودي أحرف الآية. لا أنت عطنا وش المعلومة اللي تبي توصلها. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا عليه صبرا. وما استطاعوا أن يظهروه ولا استطاعوا وما استطاعوا عليه صبرا. استطاعوا واستطاعوا. إيش الفرق بينهم؟ عندك جواب يا شيخ؟ هذه لغوية. جميل. شو رأيك؟ لا لأن هذا ترى لغوية. أحسنت. خلي الناس تستفيد. أنا كنت أقول قبل ما أسأل أنه لن نعي القرآن كله يا جماعة. القرآن بحر عظيم ولن تستطيع أن تجمع مهما حاولت. أي نعم. حتى الأنبياء. هاي يا شيخ عطنا الجواب. ما عندي جواب أنا. صحيح. توهقنا أنت. ما عندي جواب بس دائما أقراها يعني كل جملة. لا لا أحسنت أحسنت. لا لا هذا فعلا. ما أدري إيش معناه. التدبر والتفكر. لا والله أحسنت ترى سؤال مهم لا تستحقره سؤال جدا مهم. وخلونا احنا المشاهدين يا جماعه نبحث عن المعنى بالعكس تراه يضيف لنا جميعا. لا والله فعلا سلطان وراك توبخ يا سلطان خليه يسال. لا نحسب عنده علم استطاع. لا لا هو يسال استطاعوا من الاستطاعه ما قدروا استطاعوا وش طيب هذا البيان. طيب جميل خلوا الجمهور الان يشوفون يسمعونك يبحثون المعنى ويكتبون لنا في الهاشتاج وبرجع لك. طيب شيخ نبي نختم محور القران عشان الوقت طيب.